هناك متصل من العراق اسمه عمر عبد الرحمن، يقول أنا كنت سني ثم تابعت كمال الحيدري وبعد ذلك تابعت قناة فدك، عنده إشكال يقول حول الأذان فهمته خطأ أن كمال الحيدري ليس بهذه الصورة اللي ما أعرف أنا كيف كان. وشغلة ثانية عنده يقول لماذا هذا المساس بين العلماء الشيعة، فيرجو أن تكون يعني شغلات بينهم وليس على الملأ. يعني هنا الأخ ينكأ الجراح، إذا استرسل بعد أتكلم يعني هواي أنا متألم منه، فأتكلم كثير، اللي يتحمل يتحمل، ما يتحمل كيفه. هذا الرجل مو من المعين الصافي، هذا رجل لصيق، هذا رجل ما يستحي يأخذ من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ميال إلى العرفان المنحرف، تصوف، شلون نقبل به؟ أساس خلافنا مع هذا في الواقع، هذا أساس الخلاف. علي أن يبحث الأخ الكريم يعرف شنو هو هذا الخط المدسوس في الحوزات العلمية الذي يغذيه النظام الإيراني المجرم لتلويث التشيع الطاهر الصافي بهذا الفكر المنحرف، فكر الفلسفة والتصوف والعرفان. هذا رجل ميال إلى ذلك الخط وكان ينافح عنه، الآن ما أدري طرأت عليه تغيرات أم لا، هذا موضوع آخر، كان ينافح عنه ويؤلف دفاعا عنه ويمتدح مثل ابن عربي الزنديق الأكبر، له فيه مدائح، أنه لابد أن يعرف تمامي تراث الرجل. الشيخ ابن عربي فقط الفتوحات في 50 مجلد، أنت تأتي بمقطع صغير هنا وهناك، هذه هي الأمانة العلمية؟ أتقبلون أن نتعامل مع الشيخ ابن تيمية بهذه الطريقة؟ الشيخ ابن عربي فقط الفتوحات في 50 مجلد، أنت تأتي بمقطع صغير هنا وهناك، هذه هي الأمانة العلمية؟ أتقبلون أن نتعامل مع الشيخ ابن تيمية بهذه الطريقة؟ أن نأخذ مقطعا ونترك كل تراثه؟ احنا لب المشكلة هذا، لب الصراع بين المدرسة التفكيكية والمدرسة الفلسفية هو هذا. الرجل حقد علينا بسبب أنه قبل سنوات سئلنا عن من بعض المؤمنين على الموقع، هم موجود، كتبنا أولا في الجواب أنه إحنا متوقفين، إحنا ما نعرف صراحة، أنا ما كنت متابعة جيدا، ما كنت قارئ له كثيرا ولا سامع له، فما أعرف ميوله بالضبط ما هي. بعدين نقلوا لي مقاطع من بعض من بعض دروسه، من بعض محاضراته المقررة المطبوعة وبعض كتبه، فوجدت طامات، وجدت طامات، وتأكدت، طلبت من أحد الإخوة في قم المقدسة من الإخوة المشايخ، طلبت منه كتاب له بعنوان العرفان الشيعي، قلت له بعث لي حتى أطلع عليه، اطلعت عليه، رأيته مليئا بالانحرافات، يقطر انحرافا. فرحنا كتبنا أنه مع هذا الذي نقلتموه لا شك في ضلاله وانحرافه. هذا كان قبل سنوات، اختزنها حقدا علينا وغلا في صدره كمرجل القين، فلما جاءت فرصته لكي ينقض علينا لم يوفرها. متى جاءت الفرصة؟ لما ثارت أمة عائشة علينا، قبل سنتين ثارت أمة عائشة، فشنو راح سوى؟ دخل على الخط، أنا دا أحارب العدو الآن، ظهري مكشوف، إجا من الظهر طعنني في تلك اللحظة بطريقة تنم عن نذالة وخسة، فيها خسة ونذالة. أولا راح تقول علي، طلع على القناة مالته، قناة إيران يعني هذه القناة، وقال استهزأ،
هؤلاء لا تسمعون لهم، لا يمثلون مدرسة أهل البيت، مجرد لفوا على رؤوسهم قطعة بيضاء قطعة سوداء. ولا يستمع إلى بعض هذه الأصوات النشاز التي تخرج على الفضائيات وتنسب أنفسها إلى مدرسة أهل البيت، وأهل البيت منهم براء، ومدرسة أهل البيت منهم براء. هؤلاء لا يمثلون مدرسة أهل البيت، مجموعة من الجهلة وضعوا على رؤوسهم إما قطعة بيضاء وإما قطعة سوداء. لغة استهزائية تحقيرية، وبعدين رايح مكرر شنو دا يدافع عن عرض عائشة، انه لا احنا مو صحيح وهذا كلام لا نقبله، لابد من احترام عائشة، مع انه احنا ذاك الوقت اصل الضجة ما كان على قضية عرض عائشة، كان صادر كتابنا ذلك الوقت؟ كلا، رأينا موجود معروف على الموقع، اجابة مختصرة موجودة، بس اصل الاحتفال المبارك كان على ماذا ايها الاخوة؟ عائشة في النار. أقمنا ثلاث أدلة اللي الآن هو يتكلم بها. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. هذا الشعار الذي ترونه ليس مكتوبا من فراغ، هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب والسنة. عائشة من جملة ما كذبت به على رسول الله صلى الله عليه وآله أنها زعمت أن رسول الله قد سحر. رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها. للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة، كانت امرأة قليلة أدب تسب على المليان. لماذا تحاسبوننا على أننا على فرض سببنا عائشة وحفصة هاتين المرأتين الخائنتين اللتين ذمهما الله تبارك وتعالى في كتابه، ولا تحاسبون عائشة نفسها التي كانت تسب أمهات المؤمنين؟ اليوم نحن نفرح وندخل بهذا الفرح والسرور، ندخله على قلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين صلوات الله عليه. في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذيب وإلى العذاب والجحيم الأبدي. الآن يكرر اللي احنا دنقوله من سنوات، الشاب الأمرد أنا قبل 7 سنوات متحاكي حوله ومقايلة في محاضرات كيف زيف الإسلام موجودة على الموقع بإمكان أي شخص يشوفه. قضية البارحة الدكتور أبو زهراء اللي كان على الفطور يبلغني أنه دا يحكي عن ابن حبان وابن خزيمة أنه يتوسلون بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أنا قبل 2 هذا متكلم عنه أو 3 سنوات. تكرار دا يصير لأنهم وجدوا هذا السوق الآن اللي يباع فيه، شايف شلون؟ نفس العبارات اصلا ما يستحون على اي حال. القضيه هكذا، دخل على الخط وقام يسفه ويقل ادبه بطريقه غير علميه ابدا على الاطلاق، وثم يرمي يغمز يعني انه هؤلاء ما ادري مرتبطين مثلا بجهات يعني جهات خارجيه يريدون الاساءه للتشيع، هؤلاء كذا هؤلاء كذا.
لغة تسفيهية استحقارية، قاعد يمها فرد واحد مذيع، هذاك ما يستحي يقول أصلا هؤلاء ما يصلون إلى مستوى، يقصدني يعني ما يصل إلى مستوى أن يكون أصغر طالب عند أصغر طالب عندنا في الحوزة، لازم أنا أروح الآن أتوسل ببعض أصغر طالب أشوف لي هناك بالحوزة، حتى شنو، حتى أقول له يا معود دخيل الله خليني تلميذ عندك، ويمكن ما يقبل، يمكن ما يقبل، شايف شلون؟ اللي أنا ذاك الوقت اللطيف ذاك الوقت كان أكو بعض من تلامذتي اللي كانوا يدرسون هناك هناك ذاك الوقت، فقلت الآن لازم أنا أروح لذولا حتى أقول معودين قبلوا بي إلى هالدرجة. الحاصل الحمد لله أم الله أنقذهم طلعوا. المهم فالشاهد هكذا، هذا رجل ما يحترم نفسه. في تلك اللحظة في تلك الأيام كان في الحوزة في جلسات مع بعض الأغايون مع بعض الـ يعني الـ المعممين وبعض العلماء والطلبة يلعنني لو أقول اسم الذي أخبرني بذلك في تلك الفترة، كلكم تتعجبون. ما أدري أقول لو ما أقول الشيخ أشير يقول ما أقول، ما أقدر مخالفه، عزيز علينا، شخصية كلش معروفة كلش معروفة تطل عليكم دائما دائما. هو اتصل علي شهيد الله، قال اليوم كنا قاعدين وسيد كمال قال أنا أتقرب إلى الله بلعن ياسر الحبيب. زين، وإذا إذا إذا يقول هو يسمع كلامي، هذا الشخص شخصية كلش معروفة معروفة حتى إعلاميا الكل يعرفه، لا شيرازي ترى مو من صوبنا، زين حتى يعني شو اسمه، أقول له روح بس كلمتي هاي خلي توصلها، أقول له اتق الله روح امسك ذاك، قل له خلي ضب لسانه. الآن أنتوا إشكالكم كان علينا قبل سنتين شنو، أنه لعانين، شوف أنت تلعننا على شنو، تلعننا على عائشة، إيش سوينا لك؟ الله أكبر، بهالصفاقة تتكلم؟ ما خلوا بينا شيء أيها الأخوة، يعني أنا ملتشوم منهم صراحة، متألم، ما خلوا بي شيء، طلعوني جاهل وطلعوني ملبس العمام بنفسي وعميل مو هالشكل، مرة عميل الماسونية، مرة عميل المخابرات الأمريكية، مرة عميل المخابرات البريطانية، مرة عميل المخابرات الصهيونية الإسرائيلية، مرة عميل للكويت طلع، مرة عميل للهندوس، ما يستحون والله ما يستحون. معمم هنا قاعد بلندن ما يستحي يقول إيه ما عليكم، هذا ماخذ له تشيك على بياض، ماخذ من واحد تاجر هندوسي قايل له أنت لك ما تريد من الأموال بس فرق بين المسلمين، هندوسي أم يا ريت موجود إن شوية نسدد بعض الديون. فمشاكل يا أخي، مشاكل، ما يحترمون أنفسهم. يا أخي أنت إلك وجهة نظر مو مشكلة، امشي بوجهة نظرك، ليش تستخدم الكذب؟ مو عيب؟ ليش يلعننا؟ ليش يلعن؟ ليش يكذب علينا؟ ليش يسفهنا؟ ليش يتكلم بهذا المنطق؟ اعرض ما لديك يلا مو مشكلة، خلي يبين مستواك. بعدين هؤلاء الإخوة الذين يقولون أنه أنتوا لا تظهرون على الملأ، خذاك ظهر على الملأ تكلم، خذاك لازم تروح له. واحد من المشايخ في تلك الفترة أيضا أيام عائشة كلمني أيضا بالتليفون، قم هو قال لي أنه إحنا يعني واسطة خير فإحنا نريد نصالح، قلنا ماكو مانع، إحنا مو مشكلة، بس إحنا خلافنا مبدئي ترى مو قضية شخصية، خلاف مبدئي هو. فقال خلاص مو مشكلة، اتصل علي بعد كم يوم قال أنا رحت يمه كلمته بس فتحت معاه الموضوع، قال كلمة اللي أنا أستحي يعني أقولها عنك أنت، كلام وقح. أنتوا ما تعرفون هؤلاء، المشكلة الناس من خدعين بالظاهر، أمام الكاميرا شيء والله وراء الكاميرا وفي أوساطهم، إذا تغوصون في أوساطهم ما تشوفون غير الوساخة، يشهد الله علي. أنا اللي عندي ترى اللي أمامكم أقوله، سألوا أي أحد مرتبط بي أو
يلازمني أو عند اتصال بي، نفس الكلام اللي أقوله أمام الناس على التلفزيون، نفس اللي أقوله بالجلسات الخاصة، نفس اللي أقوله سألوا أهلي بالبيت، نفس الكلام اللي أقوله بالبيت، ما عندي ذرة اختلاف، لا عندي نفاق ولا مجاملة، ولذلك متورط لأنه أنا مفتوح على الكل، أقول كل شيء بشكل واضح وصريح، ما عندي أي نوع من أنواع المجاملة والمدارات والنفاق، ما أسوي هذا الشيء. أما هؤلاء غير، ما تعرفوهم، ما تعرفون هؤلاء أخلاقهم الحقيقية شنو. يوم القيامة يبين، يوم القيامة سيبان لكم جميعا. لا تغتروا أنه هذا شوية نصر الدين. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو ظهر، مضمون الحديث، ولو ظهر مهدينا لخرج منه، أي من أمرنا هذا، من هو مقيم اليوم على عبادة الأوثان. غربلة تصير للشيعة، لا تصور القضية شنو. الآن أسماريد أشير، واحد من العلماء الأفاضل موجود، هو قال لي قبل أيام أنه باعث له هو شخص واحد وكيلة على أساس طارح مرجعية، هذا الآغا طارح لمرجعية الآن وصاير أعلم العلماء، بعث إلى أحد الدول الأوروبية، شايف شلون؟ بعث هذا الوكيل حتى يعني يجمع الناس مقلدين وإلى آخره، فداعي مجموعة الإخوة كانوا موجودين، واحد قام اعترض عليه، قال له أنه ترى هاي محاضرات كمال الحيدري دا تسبب قتل الشيعة، فهذا رد عليه الوكيل مال كمال، يقول له لا، أصلاً اللي دا يسبب قتل الشيعة الفقاعات اللي في لندن، الفقاعات. فتصدى له هذا الرجل العالم المؤمن هذا، قال لا ما أسمح لك أنه أنت تتكلم هذا الكلام، ليش تتكلم هذا الكلام؟ هذا كان بعدين يقول له أنه لا، أنا يعني ما كنا نقصد الإساءة لأي جهة، ما كان يتوقع أنه أحد يدافع عنه، ليش؟ لأنه هم شايفيننا إحنا شنو، ملطشة، شايف شلون كل واحد بكيفه يجي يضرب بكيفه. يا أخي اتقوا الله، اتقوا الله، ما خليتوا بينا شيء، ليش؟ احنا نقول لهم ما قال رسول الله لقريش، قال رسول الله صلى الله عليه واله لقريش، قال خلوني بيني وبين العرب، خلوا بيني وبين العرب، مضمون الحديث، ان انا هزمتهم كان ذلك نفعا لكم، وان لم اهزمهم هزموني فقد كفيتم امري، خلص اتركوني، لا لي ولا علي، انا ما طلبت منهم شيء، أنا قلت اتركوني، لا تكونوا معي ولا علي، لا تظلموني ليل نهار. حسن نصر الله يطلع يقول عني عميل، أنا لا بيطلع لي واحد بلندن مشغليدن المخابرات البريطانية لأن أصحابكن ما لي شغل فيه، يطلعونهم زعاطيط يحركوهم هنا أو هناك، أيضا يروحون يسوون اللي يسوي الاعتصام، اللي يروح يكتب بالإنترنت ما أدري كذا، اللي يروح يسوي كذا، الى متى هذا الاسلوب؟ بعدين يقولون عنا انتم اللي سكتوا، زين مو ليش ما تقومون بهذا الدور؟ هذا الاخ المتصل ليش ما هو يروح يتصل بكمال يقول له ضب لسانك؟ ما يعطوا مجال شيخ، ما يعطوا مجال، ما يعطوا مجال، بعد احنا شنو وظيفتنا؟ بعدين احنا لما نرد على كلام يعني الاخ يقول انه اتصل شخص عليكم ونقل شيء خاطئ عنا، العهده على الناقل، العهدة مو علينا، على فرض أنه خاطئ، وأنا أدري مو خاطئ، أنا أعرف رأي هؤلاء، أنا أخبر برأي هؤلاء وأعرفهم زين من كل أحد آخر، ترى للعلم مهما دلسوا هو كذاب يكذب. قضية تطاولة على المراجع بمن فيهم السيد السيستاني ثابتة، ثابتة 100%. بيني وبين الله، أنا الآن مدرس في الفلسفة، مدرس في العرفان، مدرس في التفسير، مدرس في الفقه، مدرس في الأصول، مدرس في المنطق، مدرس في الأخلاق، ملا، وكتبي موجودة، وأنا أتصور هاي الجاذبية الموجودة اللي بياناتي وكتبي وكذا اللي يجعل مثل أخذ دير دراسة الدكتوراه منا كي يجيني إلى هنا، ليش ما اجتذب مرزجوات تبريزي مثلا وشيخ الوحيد الخراسان لو سرعان سيستان
يعني سيد علي السيستاني الله يعلم الآن كتبت عنه بعض الدراسات المبتسرة التي لا غير بسبب هاي العملية السياسية، ولا لو مو هاي العملية السياسية موجودة بينك وبين الله منو يسأل؟ الآن منو يسأل عن محمد سعيد الحكي؟ منو يسأل عن إسحاق فهم؟ يأتي إلى عندكم في بريطانيا ويرجع، منو يعتني بهم؟ إذا بعض الإخوة من باب الاحترام والتشريف يروحون يزوروا، أكو شيء آخر؟ ولكن بينك وبين الله أنا لك أسألة، لو أنا أنسيت كمال حيدر يقوم يجي إلى بريطانيا، يريد يجي إلى أوروبا، ونحن نتمنى ذلك. لا مقصودي أن أقول شنو تأثيركم، شنو السبب، وين 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 يعني شنو المقومات التي أنا يعني طوله أطول من ذولاك، لو لونه ألطف، مو هذا أكو ده يطرح فكر ما موجود هناك. وأنا أتصور هي هاي الرؤية القرآنية، هاي الرؤية الدينية. ومع الأسف الناس يدورون الشهرة، يعني في ألمانيا مؤتمر ثلاث أيام حول شخصية وتراث السيد السيستاني، مع أنه كل شيء ما عنده. الآن أنا أسألك، لا لا مو تدور الشهرة أبدا، أنا معتقد أنه أكو أيادي تريد تعطي مشروعية لذلك النهج، مو لهذا النهج لا، وحتى أيادي مخابراتية، يعني بعبارة أخرى مرجعية الشيعة لا تقع بيد أمثالي، تبقى مرجعية الشيعة بيد من؟ بيد هالمتخلفين فكريا حتى يمكن ماذا أن يفعلوا ما يريدون. خمسة، والعقل المدبر والقدسية الأساسية لكل هذا الواقع الشيعي هو مفهوم المرجعية. فتصورون بأنه يمرون عليها مرور الكرام لا يحاولون أن يخططوا لها حتى رؤوسها تكون بأيديهم. تقدر تقبل مني بأنه يقولون لا حرام للدخل احنا في شأن المرجعية، لو يرخى ينتخبون ويكبرون ويعطون، ما أريد أعبر لكن مفضل، ينفخون مرجعيات بائسة كل شيء ما عدها. ومن مثال هذا اللي ذكرته، تراث أكو، أين التراث؟ تلامذة أكو، أينهم؟ مشروع أكو، أينهم؟ ولهذا أنتم تجدون بأنه، ما أريد أجيب الأسماء لأنه هذا فيه تسجيل، عرفتوا شو؟ تجدون أن بعض المرجع، لا لا لا، بعض المرجعيات عندما تريد ينصب مرجع مولانا البيانيات تقرأ لهم من بي بي سي الفارسي والعربي، وبينك وبين الله لإثبات المرجعية إحنا لابد نتوسل بي بي سي الفارسي والعربي أو مونتو كارلو أو صوت أمريكا، وهذا اللي حدث مولانا. هذا يكشف لك عن ماذا؟ يكشف لك أنه هذا النموذج، النموذج اللي أنا دا أدعو إليه، النموذج الذي يريد أن ينهض بالأمة، هذا لابد أن يصل إلى موقع المرجعية أو لا يصل؟ هذا لابد لا يصل. لماذا؟ لأنه هذا يفهم كاملا لعب الآخر، أما هذا النموذج اللي هم يكبروا كاملا هو واقعا غائب عن المعادلة الدولية كاملة. ولذا أنا أتصور أنتم عندكم مسؤولية ضخمة أزاء مثلي وأمثالي أنتم. لماذا؟ لأنه أنا أريد الآن أتصدى، ومتصدي الآن متصدي للمرجعية صحيح، ولكنه أكو عوامل لتثبيت هذه المرجعية، إما عوامل دولية اللي تبنى هناك عندكم في بريطانيا وهالمناطق هذه وأنا مو في ذكر، وإما عوامل واقعية شعبية اللي هذه أنا أملكها. يعني الآن الكاريزما اللي موجود في شخصيتي ما موجودة في أي شخصية شيعية أنتم الآن، هذا الواقع الشيعي أمامكم بعد ما يحتاجه. يكذب ما يستحي، يقول مفبرك علي. الرجال موجود هنا بلندن، إيهاب الفضلي هو شاب جامعي راح قابله، وترى ما كان هذا الشاب علاوي آمن معنا، بعد الصدمة اللي حصلها اجى فد ايام عندنا، كان ايام الليالي المحمديه، قاعد هناك وكلمنا، قال القضيه كيت وكيت وكيت بهالتفصيل، يقول والله كلمه واحده ما مفبركه عليه، كله مسجل، واصلا اي واحد يقدر يسمع يعرف انه الكلام مو مفبرك، ما صاير بقطع ولصق الى اخره، كله كلام متصل واضح مسترسل. احسنتم، كلام واضح شايف. بعدين اول مره شاف اكو ضجه ما كان يتوقع،
راح نطلع بيان ما يستحي يقول أنه هذا من صنيعة الوهابية الذين الخط الأموي راحوا كذبوا عليه. بعدين تبين لا وضجت الحوزة وعرفوا، والله كلهم يعرفون، كل من في الحوزة الآن يعرفون، هم في قوم هم بالنجف سألوهم. بس المشكلة هذه إحنا عندنا نفاق، كلهم يعرفون. كمال قايل هذا الكلام ومسفه السيد السيستاني ومسفه غيره من المراجع على أساس طارح مرجعيته، أنا مرجعية شاملة وعامة في كل الأبعاد، وهذولا ما عندهم شيء، أنا اللي عندي كاريزما، أنا اللي عندي كذا، فشكل معتد بنفسه. شنو هذا؟ أنت إلى الآن استحى على وجهك، أنت إلى الآن الأطفال ملوت المدارس يعلموك أن الكلاب تعوي، أنت ما تعرف الكلاب تعوي، تقول الكلاب بس تنبح، فضحتنا أمام العالم. الفرق بين الماتن وصاحب الهامش خلط بينهما، أنت شنو ده تسوي؟ اعرف حجمك. إحنا ما عندنا ترى مشكلة شخصية أبداً، إحنا قضيتنا مبدئية، الرجل عليه أن لا يؤصل للانحراف، لا يدعو لخط الفلسفة والعرفان، لا يدعو لاحترام عائشة. أنا هذا ما أسكت عنه، شوفوا هو لعني وسفهني، أنا ما تعرضت، ما ذبيت حيلي عليه، لو أريد أذب حيلي عليه أطلع كل خياسة. ترى بعض جماعته بعض أهله كانوا يحضرون هنا مجلسي، وأقدر أبين كيف سرق منهم أموالا، ما نريد نتكلم بتفاصيل، عرفتوا شلون؟ مو أسلوبنا. ولكن أن يؤصل أمام الناس أن عائشة علينا أن نحفظها ونحترمها والبقية حشائش، ما أسكت له، ما أسكت له. عائشة ما تبقى محترمة في هذه الأمة إلا على رقبتي هاي، أبداً ما أقبل. إحنا ماشيين في ثورة عقائدية ضد رموز الباطل، رموز أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هؤلاء عائشة. لازم تسقط لنحفظ الإسلام، هذا هو المطلوب. فما أسمح له باسم مدرسة أهل البيت يريد أن يؤول كلام أمير المؤمنين، إن صح أصلاً أنه هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام، يريد أن يؤصل أنه عائشة لازم نحفظها وإلها حرمة، يعني إكرام نكرمها ونحترمها، ما أسمح له، ما يمر هذا الكلام مرور الكرام أبداً. هذه قضيتنا، قضية مبدئية، عند استعداد يناطح علمياً أهلاً وسهلاً. أما أسلوب اضرب واهرب هذا ما ينفع، ما ينفع. هذا اضرب واهرب، يضرب يفتري يبهت وبعدين يقوم يشرد، ماكو فائدة. تعال اتناظر بالفعل علمياً، عندك قدرة علمية رد على كتاب الفاحشة، هنا يبين، هنا يبين.